اول حاجه في البالب ثيرابي زي الادلت هنعمل جيننج اكسس، هنفتح الاكسس بتاعي، هنشيل البالب تشامبر، هنشيل الروف كله، وهنعمل كليننج للكورونال بالب، هنشيل الكورونال بالب ب اكسكافيتور، وهنجيب كوتون بيلت وهنحطها، نحط عليها نقطه فورماكريزول وهنحطها في البالب تشامبر. 4 دقائق بالظبط، من 3 لـ4 دقائق مش اكتر من كده، وهنشيل القطنه بتاعتنا ونبدا نشوف هل حصل فيكسيشن للبلد اللي كان بيطلع من الراديكولار بالب ولا لا. لو حصل فيكسيشن يبقى انا كده عندي هيلثي راديكولار بالب. هنشوف شكل الفيكسيشن ده عامل ازاي في الصوره، هنلاقي ان اللون بينك ماهوش ديب بريد، يعني ماهوش احمر غامق ومفيش دم بيطلع من الكنال، خلاص الدم وقف، يبقى انا ساعتها هقدر اخد اتجاه البلبوتومي. طب لو لسه في دم بيطلع واللون اللي قدامي دارك، في دم غامق وبيطلع لسه من الكنال، يبقى انا ساعتها هاخد اتجاه تاني اللي هو البارشال بلبكتومي. طيب لو العيان جاي لي من الاول بسويلنج، او جاي والبلب بتاعه نيكروتيك، يعني لما فتحت لا لقيت بلاد ولا لقيت، حتى لو كنال واحده والكنال التانيه فيها بلاد، حتى لو التعفن دوت في جزء من كنال وبعد كده في بلد، يبقى انا ساعتها ده كله نيكروتيك بالب ولازم اخد القرار به كومبليت بالبكتومي. يبقى احنا نقول تاني البالبوتومي لو حصل فيكسيشن للبلد، لو انا قدرت اعمل كنترول على بليدنج، البارشال بالبكتومي لو البلد لسه بيطلع من الكنال، لو في سويلنج او في نيكروتيك بالب يبقى انا هعمل كومبليت بالبكتومي.